وحول طبعا هذه التداولات ينضم إلينا من سيدني إخوان غو، رئيس أبحاث آسيا في شركة ANZ ريسيرش. أهلا بك معنا أستاذ إخوان. لنبدأ بهذه التحركات التي نشهدها. نعم مستر ماغواير بيتر، وأنت الرئيس التنفيذي لإكس إم، أهلا بك معنا. لنبدأ بالحديث عن دخول المستثمر أيضا المحلي الآن إلى الأسواق الصينية، يبدو بأنه هو المحرك الأكبر بالنسبة للأسهم. إلى أي مدى برأيك ما زال المستثمر الأجنبي بحاجة لمزيد من عملية التطمين ومزيد من المؤشرات للاقتصاد الصيني حتى يبدأ بعملية بناء مراكز جديدة بالأسواق الصينية؟ Well, good afternoon, Maysa. مرحبا لك ميسا. عدة نقاط هنا. أولا، حركة قوية منذ رأس السنة الصيني على وجه الأخص للCSI 300، وكان باتجاه تصاعدي. هذا زاد من الثقة، وهذا يؤثر إيجابا على الأسواق في الصين بشكل عام. النقطة الثانية وهي أن الطلب المحلي من التجار بالتجزئة قوي جدا، وهذه الشهية برأيي سينظر إليها من قبل المستثمرين العالميين. وإذا ما كان هناك أي فرصة للصين لكي تتميز فأسواقها عليها أن تقوم بهذا التحول، وأن يكون لدينا شهية كبيرة لعودة المستثمرين الأجانب إلى الأسواق الصينية. لكن برأيك بيتر، ما هي الإشارات التي ينتظرها بشكل أكبر؟ يعني وخصوصا أنه ربما مبادرة عملية دعم القطاع العقاري كانت يعتبرها السوق هي محفز لعودة الاستثمار من جديد. ما هي المؤشرات الأخرى التي يمكن الاعتماد عليها لعودة هذا المستثمر؟ أراني هنا أولا بالطبع هذا تحول إيجابي عندما ننظر إلى ما قد حصل بالنسبة إلى القطاع العقاري ودعم الحكومة لهذا القطاع. هذه نقطة إيجابية، وهذا يبني الثقة في الأسواق بشكل عام وبالخاص في السوق العقاري. ثانيا، لدينا عدة أسواق تسجل قوة اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، المملكة المتحدة وأوروبا، وبالتالي نسيج السوق الآسيوي قوي أيضا بالنسبة إلى الأسهم. الذهب عند أعلى مستويات. هذه العوامل كلها تبين أنه لدينا هذا المال الساخن الذي يسعى إلى الاستثمار في هذه الأصول، وهذه الأسواق سيكون لديها دور أكبر وأن تستمر بالتوجه التصاعدي، وذلك لتحقيق العوائد الأعلى في الأسواق الصينية. أعود لليابان لأنه نيكي 225 يعني وصل لأعلى قمة تقريبا في شهر مع تجاوز 39,000 نقطة. اليوم البيانات التي جاءت حول الميزان التجاري أظهرت نمو بالواردات بأكثر من 8% وكذلك بالنسبة للصادرات، لكن إلى أي مدى برأيك اليابان هي قادرة على التعامل مع مستويات العجز الحالية التي تم تسجيلها التي جاءت أعلى من التوقع؟ بالنسبة إلى اليابان هذا سيناريو مثير للاهتمام، لأنه لدينا انخفاض قيمة الين، وقد انخفض الين ب10% مقابل الدولار الأمريكي هذا العام، ولدينا أسواق أسهم قوية كما أشرتم، نيكي 225 الذي قد ارتفع وصل 39,000 نقطة، ربما تقلصت مكاسبه اليوم، ولكن نحن لدينا جاذبية قوية للمستثمرين لكي يكونوا فعلا متفائلين تجاه الأسهم الصينية اليابانية ويقوموا بشراء هذه الأسهم اليابانية. وهناك أمل كبير أنه مع ارتفاع التضخم وربما حتى رفع أسعار الفائدة فالوضع سوف يكون أكبر. النمو في اليابان قوي ولدينا أرقام قوية جدا، أسواق صاعدة للأسهم اليابانية. بيتر، هل وصلنا للقاع بالتراجعات التي وصل إليها زوج الين دولار برأيك، أم ما زال هناك مزيد من التراجعات رغم البيانات الإيجابية؟ ما هي نظرتك لهذا الزوج؟ إذا ما نظرنا إلى الين، أي أخبار تصدر من اليابان لا تترك أثرا كبيرا على الين، ولكن إذا ما نظرنا إلى الدولار، الأخبار تؤثر على الدولار، لجنة السياسة المفتوحة والتضخم ورفع أسعار الفائدة من الفيدرالي. يبدو كما وأن الين سيكون تحت المزيد من الضغوطات لاتجاه النزول على المدى القصير، إلى حين أن نرى رفع ثاني لأسعار الفائدة والذي نتوقع أن يكون في النصف الثاني من هذا العام في اليابان، وبالتالي
ستكون الرفعة الثانية لأسعار الفائدة، وهذه سوف تدعم الين مقابل الدولار الأمريكي، وحين علينا أن ننتظر لنرى إذا ما كان سيكون لدينا أي تدخل من بنك اليابان على المدى القصير. البنوك المركزية حول العالم ومنها بنك النيوزيلندي، يعني رأينا أبقى سعر الفائدة دون تغيير وهذه المرة السابعة على التوالي. بيتر، إلى أي مدى أعطى نوع من الطمأنينة بالنسبة للشركات، وكذلك هل هناك خطوات قريبة ممكن أن نشهد فيها أي تغيير للسياسة النقدية للبنك النيوزيلندي؟ خلال فترة الشتاء وفي الشمال العالمي سوف نشهد حركة من قبل المركز النيوزيلندي، ولن أتفاجأ إذا ما كانوا سيقومون بذلك في شهر أغسطس. حاليا نحن اليوم نرى بأنهم لا يحركون ساكنا، يحافظون على السياسة بنفس المسار. الخطوة التالية سوف يكون ما الذي يؤثر على سوق العمل وعلى العملة والتضخم، كل هذه العوامل دون أن ننسى الناتج المحلي الإجمالي ينبغي أن ينظر إليها وكيف ستؤثر، وبالتالي سوف ننظر أيضا في ارتفاع تكلفة المعيشة. هذه كلها عوامل سوف تؤثر، وبالتالي في شهر أغسطس أو سبتمبر قد نتوقع خفض لأسعار الفائدة من قبل المركز النيوزيلندي. يعني إحنا شفنا التضخم يمكن هبط بالربع الأخير من عام 2023 من 4.7% إلى 4% بالربع الأول من هذا العام، وبالتالي إلى أي مدى العوامل تبقى في صالح مستويات التضخم التي هي الأهم بالنسبة للاحتياطي وأيضا بالنسبة للبنك المركزي الفيدرالي برأيك بيتر للمرحلة المقبلة؟ بالنسبة إلى التضخم إنه عنيد عند 4%، وبالتالي يسبب الكثير من الضرر. لدينا عوامل أخرى سوف تؤثر بالنسبة إلى مثلا تكلفة المعيشة، الغذاء والخدمات وأسعار البنزين. لذلك هل يمكن فعلا لأرقام التضخم هذه 4% أن تنزل إلى 3.5% في الأشهر القادمة؟ ولكن انطلاقا مما نشهده في المشهد العام الذي ينتشر في العديد من الدول المتقدمة، المملكة المتحدة صدرت أرقام التضخم لها منذ قليل وهي أقل، لذلك لن أتفاجأ بأن نشهد هذا الانخفاض أيضا في نيوزيلندا خلال الأشهر القادمة. بيتر ماكواير الرئيس التنفيذي لـ XM، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.